السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكتاب كاني متن إصلاح المجتمع وفرد كاني اللحاد وحنكب الله وإنا إن شاء الله حديث كالح يلا باطن عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها الناس. رواه البخاري ومسلم. حديث كل حي لبات عاوة وحاورني سحابة عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. عبد الله الله كره النقض عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي قال وحوري: لا حسد حسد مجر إلا في ثنتين لبم ويين، إلا في ثنتين لبم ويين وحكل مجر متك كوباد رجل نوياتاه الله ولا أسي مالا حول أيسي فسلطه إلهنا وكسل على هلكته حوله إنو كهلاغو كبحيو في الحق حق قويس وحي حق أيو كبحين يا عليس ما وحي دم بها باطلة في الحق حق أيو كلبحيا وصدقتي أيو بدنيا كاواك كوباد كلابادنا ورجل نوي آتاه الله ألا أسي حكمة حكمة أو قرآن سيدة حديث كلا تلمانتي آتاه الله ولا القرآن سيدة حديث كلا تلمامين آتاه الله ولا أسي حكمة حكمة أو قرآن كي السنة دي وإلهي بري فهو إساغو يقضي وكحكم يا بها حكمة داس ويعلمها وحونا بريا الناس داتكو بريا. رواه البخاري ومسلم. حديثك لابا قيبوت بو كهدلي حسد كهدا هلكن لغا هدلينا ما حسد كان نقانو حسد كلا يقانو كا واكا قفكو انو خوله هيستي يا وخي نعمه هيس الهي وكزوليو كا وا حرام ويو وزوال بنعمتي قفكو انو نعمه الهي سي نوعي دون ما نقطو اي كزوجتا وا حرام ويو. لكن حسد كمعناها بافكو حق اللفظي اسكو مديهين حسد كنبي هلكا كو شيغي وها وي كمشه وها سومااليغا ليرادو أما عربي غبطة لي هذا كمش غبطة مرك لا حسد إلا غبطة وي كمش ما تشرت إلا في ثنيني لبا موين ككوباد وحوي رجل نوي آتاه الله ألا أسيي مالا حولو إلهي كو رزاقه ومال كاسين حلال وين لغا كسبه فسلطه الله فسلطه مركاس إلهي كو سلدي على هلكته حوله إنو هلاك وكر كذا في الحق حق ديه مال والبو خيره وكل بعيا كلبادنا ورجل نوياته الله ألا أسيي حكمة أي قرآنا قرآن هي السنة دي نبي أيو الله بري فهو يساق مركو برتي وكل نغمي كدبنا يقضي حكمي بها حكمتي ويعلمها ها أو حكمتي أو بريا الناس دتكو بريا. رواه البخاري ومسلم. الحديث السابع والعشرون حديث كتضبيه لباتا عن حارثة بن بوهب قال وحور صحابي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كان كم غلي يقول يسوله ألا أخبركم ما يدين كورما نبي قال كان حديث وحسفين يا أهل الجنة على مدى اللغوغرت يا أهل النار على مدى اللغوغرت مرك وهب وحول عن حارث بن وهب رضي الله تعالى عنه قال وحور صحابي سمعت عن كم غلي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كان يقول له ألا أخبركم ألا هوي ألا كلمة وحرف التنبيه هوي قفك وحبال لجعشين ولا براروجين يا سو براروغو ألا هوي أخبركم ميدينك ورما بأهل الجنة تتك الجنة أهل وها مرغاز الرسول قصيت المام وحير أهل الجنة وحوي كل ضعيف مدول با تبرير متضعف أو لقرصد مد ضعيفة أو تتكون عيسي قرصدان أو وحبب عين واركن لكن الله أكتي قيمة وين كلها كل ضعيف متبردرا متضعف لسي تبري رسول الله قرصده ننك بن آدم كان نحوه ساكوها لو أقسم هدو قدارت على الله ألا لأبره إلهي وأبارف الله هدو لذو والله إلهي وحاسو سمعين إلهي وأبارف نقنا وقف إلهي كعب صدا تدكو لك واركان قف لي تو معنا لهاينو بالشدة قيمة كلهاينو هدو إرقائي هديك لعنا دنك لهاينو ورادو حبا متيد اسكا امول ليه لكن الله اكتي ميزان وين كله مرغاس الرسول وحوري لو اقسم على الله الله هدو كدو دارتو الى والله بان كدو دارتو الله وحاسو سمين لا بره الله وابار نفسه مينو دارتي سوا اوفن كاوا صفات اهل الجنة اهل النار واك الا اخبركم ما يدين كاوا الرما باهل النار
dadka ahlu naarka ma idinka waramaamo nabigu calayhi salaatu wasalaam yidhi kullu cutullin mid walbo angegan weeye macnaha kullu cutullin macnaha mid walba oo markaa alghaliidu aljaafi wey kullu cutullin kelimadda cutull waxa weeye aljaafi waalghadiid mid kakan oo angegan weeye jawaadin kaasoo aljumuucu maal qofka xoolaha kulmiya leh jawaadin xoolo ayuu kulmin oo jamcinayaa khayr iyo sadaqana kulama baxayo jawaadkuna waa kaa weeye sifada saddexaad mustakbirin isla weyn wey saddex sifuu nabigu halkan ku sheegay kullu cutullin waa mid angegan oo qallafsa wey aljaafi alghaliid sidaas xadiisku lagu fasiray aljaafi mid angegan oo alghaliidu kakan wey jawaadinna waxa weye qof xoolo jamciyo ururiyoon sadaqa la baxaynin sida xadiiskii hore oo kale kii halagada cala sulda macnaha xaqa ku bixinaya maaha waa jawaad isagu xooluhu kulminayaa sadaqana kalama baxayo wey sifada saddexaad mustakbirin waa isla weeyaan waa sifaatu ahlu naar wey walciyaadu billah marka haddaan ku xulino cala alwahaab عن حارث بن وهب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سوى لي وانكم مقلي ألا أخبركم إذن كورما بأهل الجنة ذاتك أهل الجنة كل ضعيف متبردرا متضعف أو لقورسد أو لسي ليدو لو أقسم هدوك نارت على الله لكركي لأبره الله أبار نغنية وقف إليك عبسان وتقيا ذاتكنا لكن أي يسيان قورسانيا ألا أخبركم إذن كورما بأهل النار أهل النار كل عتل مد والبؤ عن ججن أو قلف سوي جواد حوله من عي انتو جمعي أو أرور صدو أو حولها أن صدقك بحنين يسوي هاتي هو يسي مستكبر يسلوين رواه البخاري ومسلم الحديث الثامن والعشرون حديث كسديد الواتن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أبو هريرة وحوري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول وحوري انظروا آجا إلى من قف آجا أسفل إنها هوسية منكم إذنك ولا تنظروها إيجنا إلى من قفوا يسوا فوقكم حق مال أما علم أما أبد إنها سرية ها إيجنا فهو كاس إن أتقفك كهوسية إيجتو أيا أجدر حقيقة أجدر بمعنى حق وي تاس حقيقة مضان ألا تزدروا إن إنان يسن وإنان قرسن نعمة الله نعمة الله عليكم كركينا وكو غلدايستاي رواه البخاري ومسلم حديث النبي عليه الصلاه والسلام كغه هدليا و هو ليه قف ولبا واحد ايغتا قف كا سريه مال خولو عافيماد علمها ايغنه كو كا هوستيه ايغ ماركاس حقيقه نوقنيسا ان ادن قورسن نعمتي الهي كركاغه كو غلدايست و نعمتي الهي بعد ماركا غرنيسا تاسو حديث قال له ماركا دان كو ارنا نبي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كو خله انظروا ايغا ila man qof eega asfala idinka hooseeya minkum idinka or qof walbo qof ka hooseeya eeg walaa tanduruuha eegina ilaa man qof huwa isagu fowqakum idinka sarreeya oo xagga maalka ubadka cilmiga caafimaadka kaa sarreeya ha eegin ee kakaa hooseeya eeg fa huwa inaad saa yeeshood eegto kakaa hooseeya ajdaru yaa axaqu xaqiiqahoo mudan allaa tasduruu inay naan yasin oy naan quursanin oy naa liidin nicmatallaahi nicmadii alle calaykum korkiina ku galladaystay rawahu albukhaari wa muslim alxadiisu attaasicu walcishruun xadiiska sagaal iyo labaatan an ibnu cabaasin radi allahu tacaala canhuma anna annabiya sal allahu alayhi wasalam nabigu mara wuxuu soo maray biqabrayni laba qabri yucadibaani oo la cadaabayo fa qaala markaasuu rasuulku wuxuu yidhi innahumaa labadan qabri la yucadibaani waa la cadaabayaa وما يعذبان لقمان عذابيو في كبير وحوي ذنب معناه وي رواتك لو حترا بلا في كبير معناه لكن هو ما يعذبان في كبير وحير او ليس كالهن كرو لا دورسدو ايا لو عذابوي وما يعذبان في كبير مركاس رسول قول اما احدهما مد كوباد وحوي لا عذابيو فكان وحا لا يستتر اسكما استور جيرنو اسكما الهن جيرن من البول كاديد kaadi waa nijaaso markuu kaadida markaa muuna iska ilaalin jirin oo dharka iyo jirkiisa inay gaadho muuna iska ilaalinayn marka taasaa lagu cadaabay waa malaakharu ka labaadna fa kaana wuxuu yamshii mid u socda binnamiimati isku dirid namiimiya
marka dambiye laga istaagi karo oo in laga tago ay fudud tahay ayaa labadanba naar ay ku mutaysteen wey. Marka haddaan ku xidhno an ibn Abbas radiyallahu tacaala canhuma anna annabiya sallallahu calayhi wasallam nabigu mara wuxuu soo maray biqabrayni laba qabri yucadibaani oo la cadaabayo. Faqaala markaa rasuulku wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam innahumaa labadan qabri la yucadibaani waa la cadaabaya wamaa yucadibaani laguma cadaabayo fii kabiirin wax weyn. Amaa ahaduma midka koobaad ama ahaduma midka ugu horrey mid ka mid ah fakaana wuxuu aha laa yastatiru mid aanan iska dhowrin oon iska asturin min albowli riwaayatkan waxa ta laa yastanziu min albowli kaadi waama alaakharu ka labaadna yamshii wuxuu u soconayay binnamiimati isku dirdir warwaryow kan warka qaadi kan u geyn calaa wajhi alifsaad rawahu albukhaari wamuslim. Xadiiska soddon alxadiidu athalaathuun an xudayfata binu yamaani radi allahu tacaala canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llahi sal alayh wasalam rasuulku wuxuu yihi laa yadkhulu ma galayo aljannata janno namaamun namimiya wa fii riwaayatin qataatun waana isku macno namaam iyo qataatun waa isku mid waana isku dira sida riwaayadda horeba tiri yamshi binnamiima tanna nabigu calayhi salatu wasalam wuxuu laa yadkhulu aljanna janno ma galayo namaamun qofka dadka isku dira wa fii riwaayatin qataatin qofka markaa wariyan warow wehe dadka isku dira rawahu albukhaari wa muslim. Markaan kusoo celinaa alxadiidu asaadis waalcishruun xadiiska lix iyo labaatan an ibni mascuudin radi allahu tacaala canhu can inabiy sal alay slam nabigu qaal wuxuu yihi laa xasada kamasho ma jirto ay laa qibda wey xasadka qibdo weye kan waa kamasho laa xasada kamasho iyo qibdo ma jirto ilaa fitnayni laba mooyeen rajulun ka koobaad weye nin ataahu llahu alla uu siiyey maalan maal fasallatahu ilaahay uu ku salliday calaa halakatihi maalkii inuu ku halaagayo fi lxaqi xaqa gudihiisa inuu kula baxayo talabaadna warajulu nin way aataahu llahu alla uu siiyey xikmatan cilmi rawaad kalaa tiraahda alqur'aan fa huwa isagu yaqdii uu ku xukumayo bihaa xikmadaa wa yucallimuhaa uu barayo annaasa dadka qur-aanka iyo sunnadii nabiga uu barayo kadibna markuu bartay dadka ku xukumaya rawahu albukhaari wamuslim. Alxadiisu asaabicu cishruun xadiiska toddoba iyo labaatan an xaarits bin wahbin radi allahu tacaala canhu qaala samictu rasuula allahi sal alay wasalam rasuulkaan ka maqlay yaquulu isaga le alaa ukhbirukum maydinka waramaa biahli ljannati dadka ahlu jannadaha kullu daciifin mid tabar yar mutadacafin oo la quursado oo la liido low aqasama hadduu ku dhaarto cala allahi alla korkii la abarahu alla waa u baari noqono waa u fulinayaa wuxuu ku dhaartay alaa ukhbirukum maydinka waramaa biahli nnaar dadku ahli naarka kullu cutullin mid walbo angegan oo kakan weeye jawaadin micnaha xoolo jamciyo ururiyo oon sadaqo kala baxaynin weeye mustakbirin isla weyn rawahu albukhaari wamuslim. Alxadiisu athaamin wacishruun can abi hurayrata radi allahu tacaala canhu qaala qaala rasuul llahi sal allahu calayhi wasalam unduruu eega ilaa man qof asfala idinka hooseeya minkum idinka xagga nicmada qof inaga hooseeyo inaga liita eela eega walaa tanduruu ha eegina ilaa man qof huwa isagu fowqakum idinka sarreeya xagga maalka iyo cilmiga iyo xoolaha fa huwa inaad saa yeeshaan oo kakaa hooseeya aada fiiriso ayaa ajdaru axaqu xaqiiq ah allaa tasduruu inaynaan yastin oynaan quursanin oynaa liidin nicmat allahi nicmada ilaahi calaykum korkiina rawahu albukhaari wamuslim. Alxadiisu attaasicu cishruun xadiiska sagaal iyo labaatan can ibni cabbaasin radi allahu tacaala canhuma anna nabiy sal alay wasalam nabigu mara wuxuu soo maray biqabrayni laba qabri yucadibaani la cadaabayo faqaala rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi innahumaa labadaa qabri la yucadibaani waa la cadaabaya wamaa yucadibaani laguma cadaabayo fii kabiirin wax weyn amaa ahaduma mid ka mid a fakaana wuxuu ahaa laa yastatiru midaan iska asturin oo iska ilaalin oo iska dhowrin min albowli kaadida nijaasadeeda waama alaakharu ka labaadna fakaana wuxuu ahaa yamshii binnamiimati isku dir ayuu aadi jiray rawahu albukhaari wamuslim. Alxadiidu athalaathuun xadiiska soddon can xudayfata bin yamaamin radi allahu tacaala canhuma qaala qaala rasuulu llahi sal alay wasalam rasuulku wuxuu yihi laa yadkhulu ljanna jannada ma galaya namaamun midka dadka isku dira wa fii riwaayatin qataatun waana isku macno qataad iyo namaan rawahu albukhaari wamuslim. Halkaasaan ku dul istaagna jazaakumullahu khayran. Salaamu calaykum.